أهلا بكم إلى الانتخابية، وفي عناوينها: أذربيجان تنتخب رئيسها غدا. صراحة أبرزها هي الماء والكهرباء، اللي هذه أبسط المقومات للعيش للمواطن. الخدمات الاجتماعية والماء والكهرباء أبرز مطالب العراقيين من حكومة ما بعد الانتخابات. في لبنان يتواصل إعلان اللوائح الانتخابية مع بدء الاستعدادات للاستحقاق التشريعي. ومع اقتراب موعد الدعاية الانتخابية، المعارضة تتهم أحزاب السلطة باستعمال المال السياسي لشراء الأصوات في تونس. أهلا بكم إلى الانتخابية. إذن نرحب بكم مشاهدينا من جديد إلى الانتخابية الأولى لهذا اليوم، والتي نستعرض خلالها لآخر التطورات لجهة الأحداث والمواقف المتعلقة بهذا الاستحقاق الشعبي ما بين العراق ولبنان وتونس وأذربيجان. يرافقنا في الانتخابية لهذا اليوم مفادنا إلى باكو وبغداد وتونس مع شبكة مراسلين التي تطلعنا على آخر التطورات. نبدأ هذه الانتخابية من العاصمة الأذرية باكو ومع زميلنا أحمد عبد الله. إذن تستعد أذربيجان لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم غد الأربعاء. الانتخابات دعا إليها الرئيس الأذري إلهام علييف، والذي يحكم البلاد منذ عام 2003. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأذرية باكو مفد الميادين أحمد عبد الله. أحمد، لو أطلعتنا على المزيد من التفاصيل، تحذيرات لنهار غد، تفضل. نعم دينا، اليوم تنتهي الحملات الإعلانية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية هنا في أذربيجان. صحيح دينا أن من يتجول في شوارع العاصمة باكو يفتقد لمشاهد اللوحات الإعلامية أو الدعائية للمرشحين. هذه الحملات فقط تنتشر في أماكن مخصصة لها، إلى جانب الدوائر الانتخابية الموزعة في العاصمة باكو وأيضا في باقي المدن. ولكن وفق القانون اليوم تنتهي الحملات الإعلانية للمرشحين لسباق الرئاسة. بالأمس الرئيس الحالي والمرشح الأوفر حظا إلهام علييف كان له آخر نشاط، إذ أنه أشرف على جلسة لمجلس الوزراء خصصت لتقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأول من هذا العام. نتحدث في هذه الانتخابات دينا عن 8 مرشحين يخوضون هذه الانتخابات، أوفرهم حظا كما بات معلوما وكما باتت يعني تشير أغلب استطلاعات الرأي، هو الرئيس الحالي كما سبق وذكرت إلهام علييف، الذي يحكم البلاد منذ العام 2004. آخر انتخابات كانت قد شهدتها أذربيجان في العام 2013، ولكن الفائز في هذه الانتخابات سوف يحكم لأول مرة البلاد لمدة 7 سنوات، إذ أنه بموجب تعديل دستوري جرى الاستفتاء عليه في أواخر العام 2016. تم تمديد مهلة ولاية الرئيس من 5 سنوات إلى 7 سنوات. غدا دينا باكو وباقي المدن الأذرية على موعد مع انتخابات رئاسية تبدأ، يعني صناديق الاقتراع سوف ستكون جاهزة لاستقبال الناخبين منذ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء. السلطات كانت قد جهزت لوجستيا وأمنيا لهذه الانتخابات. بالأمس كان هناك مؤتمر صحافي للجنة المركزية للانتخابات تحدثت عن هذه التحضيرات الضخمة والكبيرة. السلطات إذا أردنا القول هي تريد أن تظهر للعالم مدى الشفافية ومدى النزاهة التي سوف ستجري على أساسها الانتخابات في أذربيجان. هذا وجهة نظر السلطة، ولكن المعارضة بطبيعة الحال لها موقف آخر. هي
تشكك في نزاهة هذه الانتخابات، هي تتهم السلطات بالتهميش ولذلك هي قاطعت هذه الانتخابات. مقاطعة هي ليست المرة الأولى التي تقاطع المعارضة الانتخابات، هي سبق وقاطعت الانتخابات البلدية وأيضا الانتخابات النيابية التي جرت عام 2015 والتي فاز فيها الحزب الحاكم الذي يتزعمه علييف، حزب أذربيجان الجديدة. إذن هذه هي أجواء هنا التحضيرات أو الساعات الأخيرة التي تسبق فتح صناديق الاقتراع غدا. نعم. هنا في باكو الحياة تبدو عادية خصوصا مع انتهاء الحملات الإعلانية للمرشحين الثمانية الذين يخوضون هذا السباق الرئاسي. بكل الحالات أحمد، يعني سيكون لك محطات أخرى لمعرفة المزيد من المعطيات حول التحضيرات لنهار غد. شكرا لك موفد الميادين إلى باكو أحمد عبد الله. إذن باكو هي لؤلؤة بحر قزوين، حلقة وصل بين الشرق والغرب، موقعها أكسبها تنوعا في الثقافة وفي الفن. تقرير لمفدنا إلى أذربيجان أحمد عبد الله. تهيمن أبراج الشعلة في باكو على أفق المدينة، عاصمة أذربيجان المعروفة بأرض النار، أعطت من وهجها اسما لهذه الأبراج العملاقة، تحفة إبداعية تتحول واجهاتها إلى شاشات عملاقة في الليل. تبدو باكو المطلة على بحر قزوين بجانبها العصري مثالا في التخطيط المدني. ارتدت المدينة حلتها الجديدة ورسمت آفاقا مختلفة منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي، وباتت قبلة سياحية يقصدها القريب والبعيد. الله تعالى أعطى لأذربيجان وتحت الأرض وفوق الأرض نعمته. بعد الاستقلال يعني في المدينة كان البنايات القديمة، الشوارع مش كويس كذا، بدأ يجدد المدينة يعني. جادة باكو هي أحد أبرز منتزهات المشاة في المدينة، وهي تمتد بمحاذاة واجهتها البحرية. هذا المشهد لا يختلف عندما تتجه صوب الداخل، حيث أحياء أوروبية الطابع من ناحية المباني المتأنقة بواجهاتها والأشجار والعمارة التقليدية المميزة بالفن الراقي والذوق الرفيع. تكثر التماثيل والمقار الحكومية والفنية والثقافية في باكو التي اكتسبت شهرة عالمية إضافية بعد احتضانها سباقات السرعة الفورمولا 1. الطبيعة في أذربيجان متميزة لأنها تطل على بحر الخزر أو بحر قزوين، وكذلك يوجد بعض الأماكن خارج العاصمة باكو تتمتع بالهواء النقي وأيضا بالطبيعة الخلابة وبالغابات، فكل هذا يكون سبب مهم جدا لجذب السياح من جميع الدول العالم ولا سيما من الدول العربية. احتلت باكو مكانة مرموقة منذ القدم، وزادت أهميتها مركزا اقتصاديا إقليميا بعد أن استخرج النفط فيها للمرة الأولى في عام 1847. باكو أكبر المدن الساحلية على بحر قزوين وكامل إقليم القوقاز، مدينة تنشد النمط الأوروبي من دون إغفال الجذور. يقال إن كل من يزور هذه المدينة المدهشة يترك من وجدانه قطعة فيها، مدينة متمازجة الثقافة، فهي غربية أوروبية من جهة، ومن ناحية أخرى مدينة شرقية إسلامية. أحمد عبد الله من مدينة باكو عاصمة أذربيجان، الميادين. ومن باكو إلى بغداد والتي تستعد للانتخابات التشريعية في 12 من أيار مايو المقبل. للمزيد من التفاصيل نطلع عليها من موفدة الميادين إلى بغداد فتون عباسي. فتون صباح الخير. صباح النور دينا، وشكرا جزيلا لك. من العاصمة العراقية بغداد ها نحن نحييكم مشاهدينا ونطل عليكم من خلال هذه النافذة الانتخابية العراقية لنطلعكم على كل ما يتعلق بالملف الانتخابي العراقي، ونبدأ كما المعتاد بالأخبار، حيث حذر نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي من مفهوم الأغلبية السياسية وتفرد حزب أو طائفة أو شخص في إدارة الدولة. النجيفي وخلال استقباله رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم شدد على ضرورة
عدم هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات ومصادرة صلاحياتها الدستورية. من جهته شدد الحكيم على حكومة الأغلبية الوطنية ودعا إلى بناء علاقات حسن الجوار مع المحيط العربي والإقليمي. الاستعدادات لتأمين الانتخابات بحثها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع وزير الداخلية قاسم الأعرجي. وأكد الجبوري بحسب بيان صادر عن مكتبه على أهمية أخذ كافة التدابير والاستعدادات للانتخابات المقبلة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والبيئة المستقرة التي تتيح للمواطن ممارسة حقه في التصويت دون معوقات، مع أخذ الحيطة والحذر من المحاولات الخائبة لبقايا الإرهاب التي تحاول زعزعة أمن المواطنين واستقرار البلاد. القيادي في ائتلاف النصر السيد علي العلاق وفي حديث ضمن الانتخابية العراق لم يستبعد حدوث تحالف مع ائتلاف الفتح وغيره من الائتلافات لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات. تحالف الفتح هو المرشح الأول لأن تأتلفون معه ضمن قبة البرلمان، يعني من المرشحين الأساسيين. الأساسيين عندنا مرشحين أساسيين. من الآخرين سيد؟ بالنتيجة تدري يعني احنا اخواننا في الفتح والنصر ودولة القانون والحكمة زين وسائرون، هذه في مناطقنا وسط وجنوب العراق. يعني طبعا تدري ان ايضا ائتلاف النصر الى قائمة في محافظة الانبار وقائمة اخرى في الموصل وديالة وصلاح الدين، فانتشرت في 18 محافظة. يبقى ايضا الحوار مفتوح مع الكتل الاخرى في الكيانات، خلينا نعبر عنها ذات الغالبية السنية زين، وايضا حتى مع الاخوه الكرد يبقى الحوار مفتوح. فتشكيل حكم ائتلافي خل اسميه او كتله ائتلافيه كبيره، باب مفتوح والحوار مفتوح ولا يغلق على احد. نعم يغلق على من نعتقد انه يتقاطع معنا في المنهج. العلاق تحدث عن تحديات كبيره تواجهها حكومه ما بعد الانتخابات ولا سيما الامنيه منها. نتمنى ونرغب أن يستمر السيد العبادي في ولاية ثانية ليكمل المشوار. 4 سنوات تجربة يواجه فيها رئيس وزراء وفريقه تحديات. هذه التحديات كانت الأخطر في العراق، يعني الإرهاب كان يمثل الهاجس والقلق اليومي في العراق. صحيح. عشرات الانفجارات تحصل في العاصمة وفي محافظات أخرى، والجرحى والشهداء والدماء تنزف هنا وهناك. اليوم بحمد الله هدوء واستقرار أمني إلى حد كبير. نعم توجد خلايا نائمة، لا يمكن أن يقال أن الوضع انتهى عسكريا، انتهينا من داعش، لكن أمنيا لا تزال خلايا نائمة تحركها أطراف ودوافع. فبالنتيجة يبقى الهاجس الأمني، ولكن هذا الانتصار أعطى للشعب العراقي ثقة عالية بقدرة رئيس الوزراء الدكتور العبادي وفريقه على أن يواصلوا المهمة في المرحلة القادمة. زيارات ولقاءات مكثفة شهدها العراق ويشهدها من قبل سفراء الدول وممثليها بالتزامن مع قرب الانتخابات. أما أهداف تلك الزيارات كما يقول محللون فإنها تنقسم ما بين من يسعى لعلاقات ثنائية جدية مع بغداد ومن يحاول إيجاد ثغرة للتدخل في رسم الخريطة السياسية. تقرير لمحمد الفهد. لقاءات مكثفة تشهدها العاصمة بغداد بين سفراء عدد من الدول وممثليها ومسؤولين عراقيين. الممثل الخاص للأمم المتحدة يتحرك على أكثر من اتجاه، في حين أجرى سفير إيران وبريطانيا والقنصل الفرنسي في أربيل لقاءات مع أطراف عراقية. أما مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكورك فأنهى لقاءاته مع مسؤولين في الحكومة العراقية ورئيس البرلمان واتجه إلى أقليم كردستان العراق. هذه الزيارات في طابعها العام أتت لتعزيز التعاون الثنائي، أما ما خفي هو ملفات لها علاقة بخارطة العراق السياسية المقبلة وفق مراقبين. بتصور هذه اللقاءات هي لا تخرج من دائرة الحفاظ على مصالح بعض الدول التي تلتقي بكتل وشخصيات سياسية من أجل أن يكون لها مكان في العملية السياسية القادمة.
موقع العراق الاستراتيجي وثقله الاقتصادي عاملا جذب للدول السعية إلى تعزيز علاقاتها مع بغداد وفق المعطيات، لكن تزامن الزيارات وحراك الدبلوماسيين في العراق مع الانتخابات يثير العديد من الشكوك حول نيات تلك الدول، ولا سيما واشنطن التي تسعى إلى قلب التوازنات في المنطقة، يقول متابعون. العراق له موقع جيوستراتيجي مهم وله ثروات اقتصادية كبيرة وهناك فرص استثمار، واعتقد ان معظم دول العالم لها مصلحة في ان تكون لها علاقات او لها موطا قدم في العملية السياسية العراقية. بغداد تقول انها في صدد بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول، وانها تقف على مسافة واحدة مع الجميع. توثيق التعاون مع تلك التي ساهمت في دعم العراق في حربه ضد داعش، ومراجعة العلاقة مع من يسعى للتدخل في الشأن الداخلي. اختلاف نظرة الخارج لانتخابات 2018 في العراق لجهة تراجع المواقف الحادة حول نزاهتها والجهات الصاعدة فيها قد لا ينفي وجود مساع خفية تقودها بعض الدول للتواصل مع أطراف على حساب أخرى. محمد الفهد، بغداد، الميادين. يبقى معنا مراسل الميادين محمد الفهد. مرحبا محمد. إذن بما أن النجيفي يحذر من الأغلبية السياسية والحكيم يشدد على مفهوم الأغلبية الوطنية، هذا يعيدنا مباشرة للحديث عن مواقف الكتل السياسية والقوى من كل هذه المفاهيم، لو تذكر المشاهد بها لو سمحت. مرحبا فتون. نعم، عدة قراءات أطلقتها الكتل السياسية العراقية تجاه الخارطة السياسية ما بعد الانتخابات. فهنالك أطراف ترفع الأغلبية السياسية التي تبنى على أساس أن تكون جبهة داخل البرلمان تتعدى عتبة النصف زائد واحد لتلافي العقبات وكذلك المشاكل التي كانت في البيت التشريعي والتي تؤثر على تشريع القوانين. هذه النظرية التي ترفع الآن لاقت عدة معارضة من قبل الأفرقاء الآخرين، فيما يرفع الآخرون أيضا يعني شعار الأغلبية الوطنية والتي تبنى على أساس أن تكون جبهة تضم مختلف طوائف وألوان وأيديولوجيات الطيف السياسي العراقي، لكن حتى اللحظة أيضا هي بقيت شعار ترفعه بعض الجهات، فيما تشدد بعض الأطراف الأخرى على مبدأ الشراكة، والشراكة هنا أن يشترك الجميع من السياسيين في إدارة الدولة العراقية في المستقبل، فيما يرفع الآخرون شعار التوافقية أو الأغلبية التوافقية، وهي أيضا مبنية على أساس التوافقية الديمقراطية التي سادت طيلة التجارب العراقية السابقة، بمعنى أن هنالك توافقات ما بين الأطراف و عدم وجود معارضة حقيقية داخل البرلمان، وهذا النوع الذي ساد في السابق فتون أيضا أثر بشكل كبير عبر الإخلال بنصاب جلسات البرلمان لاعتراض على تشريع القوانين وتمريرها، وبالتالي حتى اللحظة لا يوجد إجماع معين على هذه الطروحات التي تتقدم بها الكتل السياسية. أما إذا عدنا إلى الدستور فتون، فإن مواد الدستور لا تذكر أي جزئية من هذه الجزئيات الأربعة، فقط في الدستور أن هنالك الكتلة أكبر تشكل الحكومة، وأيضا الدستور يطيح لوجود معارضة حقيقية داخل البرلمان، أي تعارض الحكومة تراقب عملها وتقيم ما أنجزته، وبالتالي تنافس بشكل سلمي على الوصول إلى دفة الحكم. هذه الصورة من إدارة الدولة العراقية لم تتحقق طيلة الفترات السابقة، لكن في انتخابات 2018 عدة طروحات ورؤى طرحت وعدة شعارات، وهي ربما لا تطبق في المستقبل إذا ما حظيت بمقبولية الأطراف الأخرى، لكن بعض الكتل السياسية استبقت نتائج الانتخابات وبدأت تعطي ملاحظاتها ومواقفها تجاه هذه الرغبات والطموحات الأربعة التي تقدمت بها الكتل السياسية. نعم، نعم فتون. نعم، تبقى معنا إذا محمد الفهد، سنعود إليك بطبيعة الحال. إذا مشاهدينا، أجرت المفوضيات العليا المستقلة للانتخابات القرعة الإلكترونية لموظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب المقبلة بحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني. رئيس مجلس المفوضية معن الهيتاوي أكد استكمال المفوضية لمعظم إجراءاتها، ومنها تعيين موظفي الاقتراع في عموم العراق من خلال إجراء عملية إلكترونية. المفوضية أجرت ورشة عمل للتدريب
على إجراء التصويت والعد والفرز الإلكترونيتين. من جديد إليك محمد الفهد. إذن بما أنه كان تقريرك يتحدث عن كل هذه الزيارات واللقاءات المكثفة في العراق، ما هي دلالات هذه اللقاءات كلها؟ ونتحدث هنا عن لقاءات العراقيين مع أطراف أخرى خارجية، مثلا كان هناك تنقلات كثيرة للسفير الأمريكي هنا في العراق وأكثر من حديث له عن الانتخابات. نعم فتون، هنالك يعني هذه التحركات او هذه الزيارات تقرا من زاويتين من قبل المراقب العراقي. الزاويه الاولى انها امور طبيعيه باعتبار ان هنالك علاقات ثنائيه تربط العراق مع الدول، سواء الدول المجاوره وحتى دول العالم الاخر، وبالتالي هذه الزيارات اذا ما كانت تصب في خانه توطيد هذه العلاقات والتعاون واحترام السياده العراقيه والمساهمه في اعمار العراق ومحاربه الارهاب واحترام السيادة العراقية، فهذه الزيارات هي إيجابية لاعتبار أن هذا العدد من السفراء والقنصليات والممثلين يلتقي مع الحكومات العراقية. أما إذا خرجت هذه الزيارات من الإطار الدبلوماسي ومن إطار التعاون الثنائي إلى زاوية اللقاء بأطراف على حساب أخرى، ربما تشوبها عدد من علامات الاستفهام، لكن حتى اللحظة لم تسجل علامات استفهام حول هذه الزيارات لاعتبار أن اللقاءات كانت تجري مع الرئاسات الثلاث ومع الحكومة التنفيذية ومع مسؤولين عراقيين. لكن الخشية أيضا موجودة فتون لاعتبار أن ربما تسعى هذه الدول لإيجاد موطئ قدم لها ربما في الخارطة السياسية المستقبلية للعراق أو محاولة تشويش على الانتخابات، على الرغم فتون من أن الرصد وكذلك التحليل يفيد بأن انتخابات 2018 في العراق هي انتخابات خلت من التدخل الخارجي المباشر عبر المواقف المشككة بنزاهتها والمشككة أيضا بصعود بعض الأطراف على أخرى، والتي كانت تنطلق مع بداية الانتخابات في التجارب السابقة. حتى اللحظة هي زيارات التقت مع عدد أطراف متعددة، لكن هنالك تحذيرات من أن تتحول هذه الزيارات إلى غايات أخرى هدفها التدخل في الشأن العراقي أو التأثير على نتائج الانتخابات وربما التدخل في توازنات العملية السياسية في العراق. أشكرك كل الشكر محمد الفهد على كل ما قدمته لنا في النافذة الانتخابية الأولى لهذا اليوم. إذن إلى ماذا يطمح العراقيون من خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة؟ جولة على رأي بعض الشارع العراقي. نتحدث بشكل عام عن الخدمات دون يعني مستوى الوسط حقيقة. نأمل في يعني الحكومة القادمة أن تضع في حسبانها موضوع الماء والكهرباء باعتباره هو من أولويات ما يحتاجه المواطن العراقي. المرحلة القادمة أو في الجولة القادمة للانتخابات سوف تكون هناك تحسن على الصعيد الخدمي، كون أنه هذه الورقة قد انكشفت للمواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي أصبح يعلم ما مدى أو حجم الميزانية وما مدى استعداد السياسيين وأيضا أصحاب الشأن في توفير الخدمات. إذن لا توجد هناك حجة للتأخر بالخدمات. إشغال المواطنين بدلا من توفير الخدمات الحقة والحقيقية اللي يحتاجها المواطن. بلد بدون خدمات، بلد بدون رعاية اجتماعية وبدون مظاهر اجتماعية جيدة. اليوم الشارع يقولون الوزارات والحكومة وكل المتنفذين في الحكومة بدأوا يتحركون على المشاريع الخدمية لأغراض دعائية، لكن من الخير أن تحل مشاكل المياه. بالحقيقة هواي مشاكل يعاني منها المواطن العراقي، يعني إذا أريد نتحدث فهي يعني لا تكفي ساعات. صراحة أبرزها هي الماء والكهرباء، اللي هذه أبسط المقومات للعيش للمواطن وحق مشروع، ويجب على الحكومة أن توفر هذا الأمر. أكيد عندما نشعر بإحباط في الخدمات كشيء أساسي بالمجتمع هي الماء بالذات والكهرباء والخدمات الثانية، أكو قصور كثير من الدولة. دائما الدولة تعطي أسباب غير مقنعة للمواطن، بتى المواطن أنه يعاني من هالمشاكل اللي الأمن والأمان البلد يصير أو الخدمات أو الماء أو الكهرباء.
يعوم العراق على بحر من النفط وسط سعي رسمي إلى رفع الطاقة الإنتاجية المستخرجة إلى حدود 7 ملايين برميل يوميا، لكن ذلك يتطلب تحديثا وتطويرا للحقول النفطية وفتح باب الاستثمارات الخارجية أمام اكتشاف حقول أخرى. كل هذه التفاصيل مع عبد الله ظاهر مباشرة من استديوهاتنا في الميادين. يعطيك ألف عافية عبد الله. صباح الخير فتون. صباح الخير مشاهدينا. أهلا بك. أهلا بكم. يعد العراق ثاني أكبر منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بعد السعودية، حيث تلحظ خطة التنمية الوطنية الخمسية العراقية ما بين عامي 2018 و2022 زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا، إنتاج سمح بزيادة الصادرات النفطية، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية تصدير أكثر من 107 ملايين برميل كل نفط خلال شهر آذار مارس الماضي بإيرادات تجاوزت 6.428 مليار دولار، فيما بلغ المعدل اليومي للصادرات 3.453 مليار برميل بمعدل سعر بلغ 60 دولارا للبرميل الواحد. العراق سجل مطلع العام الجاري أعلى معدل للتصدير بلغ 108.190 مليار برميل من النفط خلال كانون الثاني يناير الماضي بإيرادات وصلت إلى 6.772 مليار دولار بسعر 62.5 دولار. ويسعى العراق إلى التعافي اقتصاديا وإعادة تأهيل حقوله النفطية بعدما أنهكته الحرب ضد الإرهاب على مدى أكثر من 3 سنوات، حيث تعتزم وزارة النفط العراقية ترسية عقود استكشاف وتطوير للنفط والغاز في 11 رقعة جديدة منتصف الشهر الجاري. هذا وتوصلت منظمة أوبك ودول من خارجها إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل كل يوم اعتبارا من مطلع عام 2017 إلى 32.5 مليون برميل كل يوم. أخيرا يبقى أن نشير إلى أن وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة أوبك ومن خارجها وافقوا على تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري مع استعادة السوق النفطية وسعر البرميل عافيتهما، وهو ما سيعود بالفائدة على قطاع النفط العراقي وزيادة إيراداته المالية، ما سيوفر للخزينة أموالا تسد بها بعض عجزها. عودة إليك فتون. شكرا جزيلا لك عبد الله. إذا مشاهدينا نختتم هذه الانتخابية من العراق من شوارع العراق وتحديدا مع شرطة المرور يومياتهم مطالبهم أيضا من البرلمان الجديد، عنها كلها سألناهم فأجابونا في فقرة درابين العراق. 6:30 صباحا أتوجه تجي الدورية المخصصة إلي دورية مرور. اتجه على الرقعة الجغرافية المسؤولة أنا عليها، افتش ربعي ضباطي منتسبيني، اتاكد من قيافتهم الذقن، يعني رجل المرور لازم يكون بلياقة جيدة. اتوجه الى مقر القاطع، عندي مقر القاطع بمنطقة الطوبشي، امشي البريد زائدا المخالفين اللي نضبطهم بالشارع، مفارزنا تضبطهم، اشرف على المفارز. انا يعني احب جهاز الشرطه، وجهاز الشرطه جهاز يعني بالمرور جهاز خدمي، احب انه اخدم شعبي واهلي. هو القانون يبدا من الشارع في اي دوله، المرور قد ما تشوفين دوله استقرار وش اسمه يبدا من المرور اللي هو يبدا من الشارع، تخدمين شعبك وباخلاص وبوطنيه، الله سبحانه وتعالى شو اسمه يروح التعب. احنا نريد انه المواطن يلتزم بقواعد المرور في كل دول العالم. الشهادات اصبحت ماديه وليس معنويه. منكفي جولتنا الصباحيه ان شاء الله. يلا تفضل. البرلمان هي جهه تشريعيه، احنا نريد من البرلمان الجديد ان شاء الله يصدر قوانين تخدم المواطن العراقي والشعب العراقي، من خدمات، من صحة، من تعليم. احنا ما نريد قوانين تخدمهم هم،
وليس تخدم الشعب العراقي. احنا منتخبناهم في سبيل يخدمون الشعب، وشعبنا تعب من الارهاب ومن الحروب، وان شاء الله المستقبل يكون زاهر لشعبنا. هذه النافذة الانتخابية الأولى مشاهدينا انتهت، ونلقاكم على خير بإذن الله في النافذة الثانية عند الخامسة مساء بتوقيت القدس الشريف. دمتم سالمين دائما من العاصمة العراقية بغداد، ونعود من جديد إليك دينا. شكرا لك فتون ولكل فريق الميادين متواجد معك في بغداد. إذا مشاهدينا فاصل قصير ونتابع بعده الانتخابية الأولى. أهلا بكم من جديد إلى الانتخابية الأولى، ونستأنفها من لبنان حيث يتواصل إعلان اللوائح في بيروت والمناطق. إذن للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا فاطمة قاسم. فاطمة، لو أطلعتنا على المزيد من المشهد حول الوضع الانتخابي أو الصورة الانتخابية في لبنان، تفضل. نعم دينا، شكرا لك. لم تستطع الأحداث الداخلية أو الخارجية من الحجب أو من السيطرة على أخبار الانتخابية في لبنان على بعد أقل من شهر على فتح صناديق الاقتراع في 16 من أيار المقبل، وتبرز الخطابات والاتهامات المتبادلة في هذا الإطار داخل المهرجانات الانتخابية. وبرزت اليوم مقابلة للوزير السابق والنائب بطرس حرب على شاشة الميادين، ولفت فيها قال فيها موقف أنه لا ثقة له أبدا بوزارة الخارجية، ورأى أن لديها إمكانات للتزوير، وذلك لأن القانون منح السلطة لهذه الوزارة بالتجول وبإجراء جولات خارجية على المغتربين على حساب الدولة اللبنانية. كذلك قال بطرس حرب في مقابلته على شاشة الميادين أن قانون الانتخابات الحالي هو للأغنياء ويضرب الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان، وأوضح أنه يختلف مع حلفائه من تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي في التوجهات، لكنه يجتمع معهم في محاربة الفساد وفي نيتهم بإنماء الشمال. وكان له موقف لافت جدا أيضا في موضوع المغتربين، وقال إن الانتخابات النيابية اللبنانية عام 2018 هي معرضة للطعن بسبب عدم لحظ قانون الانتخابات أو تحدثه عن اقتراع المغتربين، وداعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة طارئة في هذا الشأن لمحاولة حل هذا الموضوع. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن هذا الموضوع بحسب المعلومات للصحف لوزير الداخلية نهاد المشنوق خلال لقائه به الأسبوع الماضي، ودعاه إلى تدارك كل الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات المغتربين. وأول خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان لإدارة الانتخابات في مراكز المغتربين في الخارج. ووزير الداخلية رد بأن الوزارة غير قادرة على إرسال المندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية. في هذه الأثناء كانت أيضا الحماوة الانتخابية ظاهرة في السجال بين الأمير طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وبين وليد جنبلاط. أرسل أرسلان رسالة هي الأولى من نوعها إلى جنبلاط، ورد جنبلاط بعدم نيته الدخول في سجال وكذلك أذكر بزيارة لرئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس تيار المستقبل إلى قرى العرقوب في الجنوب، مختارا رمزية ذكرى الحرب الأهلية بعد يومين وهي 13 من نيسان. سيكون له جولة في قرى العرقوب والتي تضم شبعة وكفر شوبة والهبارية وكفر حمام ورشية الفخار. وبالطبع كما كل استحقاق انتخابي تعود
تعود هذه القرى وهذه المنطقة إلى الاهتمام السياسي، حيث للمرة الأولى يتوجه أو يترشح وجه يمثل تيار المستقبل في هذه المنطقة بوجه أمل وحزب الله في دائرة الجنوب الثالثة بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبية في محاولة لترسيخ أو لإثبات الوجود. وهذه الزيارة إذن لابد منها لإثبات الوجود. ويتنافس على المقعد السني 4 مرشحين بينهم النائب الحالي قاسم هاشم. إذن فاطمة قاسم مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت إلى تونس العاصمة، حيث ينضم إلينا موفد الميادين أحمد أبو علي لإطلاعنا على آخر التطورات والمواقف. أهلا بك أحمد، تفضل. دينا مرحبا، شكرا لك. تفضل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة المباشرة من تونس حول التحضيرات للانتخابات البلدية المقبلة. ونبدأ من ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو ما أكده عضو الهيئة المستقلة عادل البرينسي، أن الهيئة شرعت في إجراء دورات لأعضاء مكاتب الاقتراع ورؤساء مراكز الاقتراع الذين يناهز عددهم 50,000 عضو. ووفق البرينسي فسيتم الانطلاق قريبا في الحملات التوعوية لحث المواطنين على التصويت والمشاركة في هذه الانتخابات. أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية منع نحو 100 شخصية دينية من اعتلاء المنابر، بينهم أئمة وخطباء ومؤذنون، بعد تقديم ترشيحاتهم للانتخابات البلدية المقبلة. وزير الشؤون الدينية في تونس أحمد عضوم أكد أن الدستور يؤكد ضرورة إبعاد المساجد عن كل التجاذبات السياسية، داعيا أئمة المنابر إلى التنبه لرهانات المرحلة التي تعيشها تونس. دخل أصحاب السيارات الأجرة في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم تلبية السلطات لمطالبهم. ويأتي الإضراب تنفيذا لدعوة الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، الذي أعلن أيضا القيام بتحركات ميدانية على خلفية ما اعتبره عدم تعاطي وزارة النقل بجدية مع مشاكل القطاع ومشاغله. للحديث أكثر عن آخر التطورات في المشهد التونسي الانتخابي ينضم إلينا مراسل ميادين في تونس عماد شطارة. عماد مرحبا. مرحبا أحمد. إذن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرعت في إجراء دورات لأعضاء مراكز الاقتراع ورؤساء هذه المراكز، حدثنا لو سمحت عن طبيعة هذه الدورات، ماذا تشمل؟ نعم، دعنا نقول أحمد بأننا وصلنا إلى المنعرج الأخير بالنسبة لتنظيم الانتخابات المحلية. قبل أيام فقط من انطلاق الحملة، الهيئة تمضي قدما في استعداداتها اللوجستية بعد استيفاء أعضاء مكاتب الاقتراع والتمديد في الأجل وتوفير العدد اللازم بالنسبة لهؤلاء الأعضاء. اليوم يأتي الأمر التقني، كيف يتم إجراء عملية الاقتراع، كيف يتم احترام قواعد الشفافية، احترام ما يمليه القانون الانتخابي، وإذا ما تم استعمال الحبر كذلك كيف يتم استخدامه في كنف الشفافية. لابد من احترام القواعد الأساسية، من ضرورة الإمضاء في السجل الانتخابي عند أداء الواجب الانتخابي، لابد من أن يكون التصويت في الخلوة ولا يكون أمام مرأة ومسمع من جميع الحاضرين في مركز الاقتراع. أيضا تمنع الدعاية السياسية في مراكز الاقتراع أو حتى الإدلاء بالتصريحات الصحفية. أعضاء مكاتب الاقتراع سيكونون ممثلين للهيئة في هذه المكاتب، وسيكونون في الصف الأول لاحترام القانون عند أداء العملية الانتخابية أحمد. نعم. طيب عماد، إلى جانب ذلك أيضا ستقوم الهيئة بإجراء دورات توعوية للمواطنين طبعا لحثهم على المشاركة أكثر خلال هذه الانتخابات، ولكن البعض كان يرى أن هذا أو هذه الدورات ربما يعني تأتي متأخرة مع كل التحذير السابق عن ربما حدوث حالات عزوف الانتخابي.
نعم أحمد، ربما الهيئة لا تتحمل مسؤولية الفشل السياسي بالنسبة للأحزاب. الحديث عن العزوف الانتخابي والذي تتوقعه العديد من عمليات سبر الآراء هو يأتي نتيجة للخيبة من أداء الأحزاب ولعدم إيفائها بتعهداتها في المحطات الانتخابية السابقة، ولكن الهيئة يبدو أنها تحركت مؤخرا للتحفيز على المشاركة الفاعلة والمساهمة في تغيير ربما الواقع عبر آليات الاقتراع، عبر الصندوق وليس عبر وسائل أخرى ربما تخرج عن الإطار الديمقراطي. ربما الحيز الزمني قصير نسبيا في تغيير مزاج الناخبين أو التأثير عليهم، ولكن تزامن تحرك الهيئة أيضا مع ربما بوادر انطلاق الحملات الدعائية للأحزاب ربما قد يساهم في الرفع من نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. طيب نعم عماد، سؤال أخير لو سمحت بعيدا عن أجواء الانتخابات، وهو طبعا موضوع مهم وهو أثار جدلا في الساحة التونسية، وهو الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه سائقو السيارات الأجرة. بداية، ما هي مطالبهم وإلى أي مدى السلطات جاهزة للتجاوب معهم؟ نعم أحمد، هذا الإضراب يأتي بعد تحركات عديدة ومحاولة لإبلاغ الصوت إلى السلطات بأن الترفيع المستمر في أسعار المحروقات يلقي بظلاله على دخل أصحاب هذا القطاع من النقل الفردي، أصحاب التاكسي الفردي، وهم يطالبون أساسا بمراجعة تعريفة العمل. السلطات لم تتجاوب مع مطالبهم، وهم اليوم بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية دخلوا في إضراب مفتوح على العمل. بين قوسين، ليس كل أصحاب هذا القطاع احترموا مبدأ الإضراب، منهم من اخترق هذا التوجه، لكن دعنا نقول بأن الرفع من أسعار المحروقات أحمد هو يؤثر أساسا على المستهلك التونسي، والترفيع في تسعيرة النقل أيضا ستؤثر على المستهلك التونسي. تعرف بأن قطاع المحروقات هو قطاع استراتيجي، وكل ترفيع في أسعار المحروقات تؤدي آليا إلى تضخم الأسعار، وهي بالأساس متضخمة ومرتفعة بالمقارنة مع دخل المواطن التونسي ومقدورته الشرائية التي في تدهور مستمر منذ سنوات. أحمد، شكرا لك على كل هذه المعلومات، مراسل ميادين في تونس عماد شطارة. إذن مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية في تونس، تزداد اتهامات المعارضة لأحزاب السلطة باستعمال المال السياسي لشراء الأصوات مع شبهات لتمويل خارجي. التقرير مراد الدلنسي حول هيئة الانتخابات ووضعها آليات صارمة لمراقبة تمويل الأحزاب وحملاتها. في حمى الحملات الانتخابية والإعداد لها، تزداد وتيرة التصريحات النارية من هنا وهناك. اتهامات متبادلة، لعل أخطرها تلك التي تتحدث عنها المعارضة التونسية حول شبهات استعمال الأحزاب الحاكمة للمال السياسي في سعيها لكسب الأصوات، بل إن قياديين في الجبهة الشعبية ذهبوا إلى حد التشكيك في مصادر تمويل حزبي النهضة ونداء تونس. التمويلات الأجنبية أو المال السياسي المشبوه أو الفاسد، هذا ليس خوفا، هذا واقع في تونس. نحن نرى بالعيان وبالكشف أحزاب لديها إمكانيات ضخمة ومهولة بمئات وبعشرات ومئات المليارات. يضع مراقبون هذه التصريحات في خانة ارتفاع سخونة المنافسة السياسية قبيل الانتخابات، في حين وضعت هيئة الانتخابات عقوبات تصل إلى حد الحبس في حال وجود أموال مشبوهة، ولا سيما إذا كان مصدرها من الخارج، كما وضعت مراقبين لتقييم تكلفة الحملات الانتخابية. في المقابل، قللت أحزاب السلطة من أهمية اتهامات المعارضة وطلبتها بأدلة ملموسة. صحيح، كل الملاحظين يقولوا ثم شكون يستعمل في المال السياسي، لكن على كل حال ندعو لتحرك سواء القضاء أو انتباه من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات وتفعيل القانون الذي تعمل به. فماش مال فاسد متأتي من الخارج، فما الناس قاعدة تمول في الأحزاب. صحيح موجود الدولة تعطي، وفما الخواص اللي مأمنين بالفكرة، فهمتني ولا، ويعاون الحزب متاعه باش يطلع في الانتخابات. حزباء النهضة والنداء يستندان في مواقفهما إلى مئات آلاف المنخرطين في صفوفهما، وهو ما يفسر تفوقهما ماديا على بقية الأحزاب،
مستشهدين بتقدمهما في كل الدوائر البلدية. مسألة المال السياسي تبقى مجرد اتهامات تتزايد مع كل انتخابات في تونس من دون وجود أدلة واضحة، لكن ذلك لم يمنع هيئة الانتخابات من تجديد المراقبة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتكاليفها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد نزار مقني الكاتب الصحفي. سيد نزار، أهلا بك وشكرا على حضورك. إذا مع كل انتخابات تثار مسألة استخدام المال السياسي، وطبعا توجه الاتهامات لبعض الأطراف باستخدام هذا المال لكسب أصوات الناخبين أكثر. بداية وقبل الدخول في تفاصيل المشهد الحالي في تونس، ما مدى تأثير هكذا اتهامات على المشهد الانتخابي؟ يعني هكذا اتهامات سوف تؤجج المشهد أكثر، وسوف تكون هناك يعني ردود فعل أكثر من خاصة من الأحزاب الموجودة في السلطة من ائتلاف الحاكم، لأنه الاتهامات بالأساس موجهة إلى حزبين النهضة ونداء تونس بوجود أموال من الخارج لتمويل هذه الانتخابات، خاصة بالتحديد من طرفي تركيا وقطر بالنسبة لحركة النهضة، وكذلك الإمارات مثلا بالنسبة لحركة نداء تونس. هذا ما يشاع وهذا ما تدركه المعارضة جيدا، ولكن هل هناك إثباتات؟ هنا لا يمكن لنا أن نجد إثباتات موجودة، لأنه القانون، قانون المنظم للانتخابات أو المرسوم لسنة 2011 منظم للانتخاب، المنظم عفوا للأحزاب، يعني ليست فيه طرق لمراقبة الأموال التي تصرف تصرفها هذه الأحزاب. قلت سيد نزار أنه لا أدلة واضحة. المعارضة هنا واليوم في هذا المشهد الانتخابي تتهم أحزاب السلطة بأنها يعني وتثير مسألة التمويل وتشكك في مصادر هذا التمويل، لكن لا أدلة واضحة. المعارضة على ماذا تستند في اتهامها لأحزاب السلطة، للنهضة وحزب نداء تونس؟ تستند على ما تعودت به في كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وهي يعني كمية المصاريف التي تصرفها هذه الأحزاب في الحملات الانتخابية وحتى قبل الحملات الانتخابية. وبالنسبة لهذه الأحزاب، أحزاب المعارضة، هي أحزاب لا تجد يعني ما يجب من أموال وموارد لإنجاز يعني اجتماعات شعبية مع ناخبيها في الدوائر الانتخابية، لا تجد كذلك يعني من يدعمها كذلك ماليا بالنسبة ل يعني إنجاز الحملات الانتخابية بصفة عامة، كالإشهار السياسي وكذلك يعني التقريب وجهة نظرها إلى الناخب التونسي. وهذا هذه الاتهامات هي موجودة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ يعني الثورة، منذ الانتخابات الأولى للمجلس التأسيسي وانتخاباتي التشريعية والرئاسية لسنة 2014، واليوم كذلك. طيب، نفس الشيء هو الموجود، يعني أن المعارضة يمكن تستعمل هذا خطاب لكي تكون لها يعني خطاب تعبوي، يعني يجب ان اتهمك باستعمال المال السياسي الفاسد لكي اكسب، وهذا يعني يعكس حدة التنافس طبعا. صحيح صحيح. طيب سيد نزار، برايك ما مدى نجاعة استخدام المال في كسب اصوات الناخبين، وبحسب متابعتك للانتخابات السابقه في تونس، الى اي مدى الساحة التونسية عفوا تتاثر في استخدام المال السياسي مع كل الانتخابات؟ صحيح، تتأثر خاصة في الأوساط الشعبية المفقدة في وضع تعيشه تونس، وضع اقتصادي صعب، يعني قد يجد المال السياسي طريقه نحو يعني الناخبين، نحو يعني أصابع الناخبين لكي ينتخبوا هذه الأحزاب النافذة والتي لها كثير من الموارد المالية. يعني منذ يعني 4 أيام كانت هناك اجتماع لنداء تونس في مدينة القيروان، والقيروان من أكثر محافظة القيروان من أكثر المحافظات فقرا وتهميشا في تونس، وكان الاجتماع بدايته كان بذبح خرفان، وخرفان بلغ عدده 12 خروفا، والآن كيلو اللحم فقط يعني بالدولار ما يعادل يعني 15 دولار. صغيرة ولكن نعم، لكن مهمة جدا. نعم، لأنه طيب. هكذا يعني سوف يتم توزيع هذا اللحم. نعم، إلى نحو يعني السكان. نعم، وهنا السيد نزار يعني غاية انتخابية في الأخير. نعم، من المهم أن يعني نتطرق إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودورها
يعني المهم في مراقبة مصادر التمويل وتكلفة الحملات الانتخابية، لكن دور هذه الهيئة يقتصر فقط يعني على هذه الأيام منذ يعني مع بدء الحملات، يعني حوالي 3 أسابيع فقط. صحيح. ولكن بعض الأحزاب تعمل في الفترة السابقة، يعني ربما على مدار سنة أو أكثر، وتجهز لهذه الحملات. يعني هل هذه الفترة كافية لضبط وتقييم الحملات الانتخابية؟ نعم، لأنها مضبوطة بقانون انتخاب، يجب أن تراقب الحملات الانتخابية منذ الإعلان عليه، يعني منذ أعتقد 14 من أبريل إلى موعد الصمت الانتخابي، يعني قبل يوم 5 مايو قبل يوم من الانتخابات. لذلك القانون يمنعها من متابعة يعني متابعة أنشطة الأحزاب خارج هذه الفترة. ما يضبط ذلك هو يجب أن يضبطه قانون انتخابي، والقانون الانتخابي يعني ما زال في إطار المناقشة والاستشارة بين الأحزاب والمجتمع المدني، وما زلنا نعمل بمرسوم الأحزاب لسنة 2011، وهو مرسوم للأسف يعني عام كثير، يعني النص نتاعو عام كثير، ولا يمكن أن يضبط عديد من يعني عدة يعني آليات لمراقبة الحملات الانتخابية أو كذلك حتى مراقبة نشاط الأحزاب وتمويلها. ولذلك يعني نحن هنا بصدد يعني بصدد معالجة سلبية للقانون الانتخابي المحدد بمرسوم سنة 2011. طيب سيد نزار، هذه الانتخابات البلدية طبعا لها خصوصية، نعم، وهي مهمة جدا لأنها تؤسس للمرحلة المقبلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية. هنا لو تحدثنا عن إمكانيات كل طرف أو كل حزب مشارك في هذه الانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل في مجلس نواب الشعب، حجم التمثيل طبعا، والمشاركة أيضا في الحكومة، وطبعا الجانب المادي لكل طرف. هنا يجب أن نذكر أن في يعني منذ 6 أشهر كانت هناك معركة كبيرة حول التعيينات المحلية للمناصب المحلية مثل العمد والمعتمدين، وكانت هناك معركة كبيرة بين الأحزاب من كون الائتلاف الحاكم، بل كانت هي يعني لبنة من لبنات لخروج بعض الأحزاب من هذا الائتلاف مثل الاتحاد الوطني الحر. وهذه التعيينات هي التي سوف تقوم عن طريقها الأحزاب بمزيد دعم حظوظها في الانتخابات المحلية، لأن التعيينات الحزبية والتعيينات الفوقية لهذه الأحزاب سوف تمكنها من مجال يعني أوسع للتصرف في يعني في المناطق الانتخابية البلدية، خاصة أن الانتخابات المحلية هي ذات طابع يعني محلي وصغير مجاليا، ليس كالانتخابات مثلا التشريعية والبرلمانية التي تحمل يعني دائرة محافظة كاملة. وبذلك يعني يمكن مراقبة أداء يعني المسؤولين المحليين، لكن هنا نتحدث عن مناطق بلدية صغيرة جدا يمكن مراقبتها جميعا، لأنه لا يوجد الوسائل أولا، ثانيا تلك قدرة حتى المجتمع المدني في مراقبة هذه. شكرا جزيلا لك سيد نزار مقني الكاتب الصحفي، شكرا على حضورك وعلى هذه المشاركة. شكرا لكم. إذن نتابع في هذه النافذة، وبعيدا طبعا عن أجواء الانتخابات، اللباس التقليدي والإكسسوارات والحلل التراثية تكسب التونسيات جمالا وألقا إضافيا قل نظيره، فكيف إذا أضيفت إليها الألوان الجميلة والجذابة؟ ولاد البلاد من تونس. نحن مخلوقين بالألوان، ولباسنا التقليدي كله ألوان، يعني علاش نجي نلبسوا حاجات اللي هي بعيدة علينا وما عندهاش حتى طرف أصل؟ باش تستر البسرساري. عندي صاحبتي سلام سلوى فنانة تونسية. الزاوية كما أنت كما أنت هي كلمة تونسية الناس الكل يقولوها، اللي هي كما انت كل واحد نقبلوه كما هو كما خلقه ربي. فما حاجات قاعده تتضفر في التراث نتاعنا مثلا، وحتى حد ما هو فايق بها. فما عباد فنانين على الاخر
حتى حد منهم قاعد يعطيهم في قدر وقيمه، فما فنانين قاعدين يموتوا يعني لتوا مع ديورهم في الاغاني نتاعهم وما همش ياخذوا حتى في حق حقوق المؤلف ما فماش. انت شنو منين جيت، دينك شنو، لونك شنو، مرحبا بيك، ما غير من عقد، ما غير اغير بونسي، فهمت هذاك هو. ولاد البلاد اللي يزيدوا حاجات للبلاد يعني يرجعوا للغاسين ويقدوا للفوتور، فهمت، كيما البذره اللي تزرعها بتطلع لك بلان. طبعا المرأة التونسية هي جميلة في الأصل يعني حتى من دون هذه الحلل والأكسسوارات، وهذا ما لاحظته خلال تواجدي في تونس في هذه الفترة. ولا هذا كان كل شيء من تونس، والآن نعود إلى استوديو الميادين وإلى الزميلة دينا زرقط. دينا تفضلي. شكرا لك أحمد ولكل فريق الميادين المتواجد معك في تونس. بالفعل تونس جميلة بكل ما فيها. والآن ختام هذه الانتخابية الأولى، شكرا لكم لحسن المتابعة. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية لمتابعينا باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.